لين يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت اليوم الأولى على المملكة، شكينا شعورك لما بلغوك أنه أنت الأولى؟ شعوري كتير حلو صراحة، ما بيتصدق هيك مسلم يعني صادق. كنت متوقعتكن الأولى؟ ما كنت متوقع. لا طيب شو يعني أصعب الأمور اللي واجهتك بهاي السنة؟ هي سنة طويلة ومملة شوي، فيها كتير تعب وجهد، بس كليته يعني لما تطلع النتيجة بشوف نتيجة هذا التعب والجهد بيكون يعني بيروح إلى آه. شو اعتمدتي في دراستك؟ أكثر شيء على الدوسيات، على الأونلاين؟ يعني أنا بحب إنه مصدر واحد، وين ما تلاقي المعلومة عادي خدها منها، سواء من كتاب من دوسية يعني. تمام. طيب شو رسالتك لطلاب التوجيهي؟ هم هلا مبلشين كانه، او يعني قبل شوي، هاي سنه طويله شوي راح يتعبوا فيها، ان شاء الله ما يتعبوا، بس لو تعبوا كله يعني لما يشوفوا نتيجتهم ان شاء الله خير وتكون النتيجه حلوه ومرضيه، كله بيروح، كله بيكون يعني لهدف معين، التعب يعني كانه بطل موجود. الف مبارك لك. الله يبارك فيك. شكرا.